أحسن الله إليكم. أبو معاذ يسأل حفظكم الله، يقول: ما المراد بصاحب القرآن في قوله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل الحديث، وهل يشترط الحفظ؟ جزاكم الله خيرا. صاحب القرآن الذي يعمل بالقرآن، صاحب القرآن هو الذي يعمل به ولو لم يقرأه كله، وإنما يعمل بالقرآن. وأما من حفظ القرآن قراءات العشر أو السبع وهو لا يعمل به، هذا ليس من أهل القرآن. نعم.